في إطار حق الرد، مديرة المبيت الجامعي سقانس المستيري تحب توضح. نستقبلها بكل حب مدام أميل لبحوري عبد اللطيف. مرحبا بك مدام. مرحبا، صباح الأنوار. مرحبا بك لالا. يعيشك. هي بالنسبة للحادثة اللي جدد مبيت الجامعي سقانس، هي حادثة أولى من نوعها ما صارت لناش قبل. وكما قال الطالب البارح، قال إنه السقف ما فيه حتى علامة تقول إنه قابل للتصدع أو للتشقق. يعني ما فهم حتى حاجة تخلي الإنسان بش يتحرك تحرك قبلي. هذه الأولانية. لكن دوب ما صارت الحادثة هذه، صارت مع 11:30 متاع الليل تقريبا، علمني الحارس، تحولت مباشرة على عين المكان، عينت الوضع وقعدت مع الطلبة، حاولت باش نهديهم وقمت بنقلهم مباشرة إلى غرفة أخرى. يعني هذه إجراءات كلها صارت في الفترة هذيك، معناها اللي احنا تحركنا وكيف كيف اتصل بيها هو هاتفيا، وقعدت معها بالتليفون وقعدنا نتبعه في البيت اللي فوقها والبيوت اللي بجنبها. لكن معناها بعد ما قمنا بنقلهم، خليت ممثلة الطلبة معايا للمكتب واتصلنا بالمدير العام هاتفيا، جاوبنا كيف كيف بالمديرة الجهوية، وبعثنا فاكس في تقرير مفصل على الساعة 1 ليلا. من بعد مش رجعت للطلبة، قعدنا معهم تقريبا للساعة 3 صباحا، هما يعديوا 11:30 متاع الصباح. الصباح زارهم الإدارة الجهوية، بعثت لنا البسيكولوج، زارهم قبل ما يمشوا للتعزية لتهدئتهم، ومن بعد عاود رجع لهم العشية وقعد على اتصال دائم بهم البسيكولوج. لكن المعلومة اللي وصلنا لها في التحري المبدئي إنه الطالبات ما كانوش موجودين في الغرفة وقت سقوط 20 سنتي تقريبا من اللياسة مع جزء من الأرض، يعني 20 سنتي تحديدا على مدى متر ونص تقريبا. هذا هو بالضبط بالصور المبينة، يعني مش كما الصورة اللي ريتها أنا في الموقع متاعكم، هذيك لا علاقة لها بالمبيت الجامعي إسقانس. شنو اللي صار بعد؟ من بعد صبيحة الحادثة جينا طلبنا احنا بطبيعتنا معاينة فنية، جينا لجنة كاملة فنية فيها أطراف من الوزارة ومن ديوان الخدمات الجامعية للوسط، ويقوموا بمعاينة الوضع ويطلبوا اختبار فني دقيق، خاطر ما فماش أسباب واضحة للشنو اللي صار، ويطلبوا من باب التحفظ إخلاء مجموعة من الغرف المجاورة. هذا المنطقي اللي يلزمه يصير مدام أمل. دونك لوديت ولا التحقيق هذي اللي تعمل، شنية النتائج متاعه؟ احنا هذه معاينة فنية مبدئية. أما الاختبار ياخذ وقت، معناها ما نجموش ناخذ. أما المعاينة الفنية المبدئية طلبنا من باب التحفظ إخلاء بعض الغرف، وإحنا مش من باب التحفظ، إحنا قلنا الطابق الكل قاعدين نقوموا بمعاينة، معناها بيت وإخلاء الغرف بحكم إنه فما برشا طلبة غادروا، دونك قاعدين نحاولوا ننقلوا فيهم الطلبة تحفظا حتى نثبتوا شنو الإشكالية اللي في السقف هذاك، خاطر في الطابق الثالث ما عندنا حتى إشكال، في الطابق الأول ما عندنا حتى إشكال. معناها هذا بالنسبة للحادثة اللي جدت. يعني الإدارة كانت حاضرة، الإدارة العامة كانت حاضرة، الوزارة كانت حاضرة، الطلبة تفاعلوا معنا، كيف كيف الطلبة، اتحاد الطلبة كيف كيف كان موجود مع الطالبات وقعدوا معاهم لساعة متأخرة، قلت قرابه ماضي 3 تقريبا متاع الصباح. يعني معناها احنا نعيشوا في جو عائلي، وكي تصير حاجة هذوك مبناتي ما نستحقش، وبشهادة الطالبات وتمنيت كانوا فما طالبات من المريض تيقولوا لكم شنو نوعية العلاقة اللي تربطنا بهم. أخفي مدام، هذا المطلوب ان توكا، دونك توميو الإدارة تحركت، فوالا توميو الإدارة تحركت، واللي يلزموا يصير صار في إطار تأمين الطالبات هذوما والطالبات اللي باش يجيو زاد من بعد، معناها ماك تعرف المؤسسة ديما هي بخيتو. إذا فما أي خطورة من الطبق هذاك ما نسكتوش، إذا فما إشكال مدام أمال معناها الأمور في فويس قانس عال العال، السماء صافية والعصافير تزقزق، لا فما فويت نتاع غاز صار، لا فما كواجن لا فما كواجن مسكر، خلينا نكمل مدام سامحني، لا فما كواجن مسكرة، لا فما معناها تواليت وأدواش مسكرة، ما فما حتى شيء، معناها كل هذاك ما حذفتي راه كذب معناها. لا هاوش مفسر لي، فسر لي من خاطر لسه ما كنت انا اجيب طبعا انا قالوني نسى ليه من خاطر انا كنت نسمع نقول كل شيء في بلاصته ولا باس في امور. لا نحن الكمال وكان لله سبحانه، فماش كمال، ما نحكيوش على كمال، لكن نحكيو على بعض الاشكاليات الطفيفه. مثال الادواش، الادواش احنا المبيت من كل المبيتات اللي يستخدموا الادواش 24/24 7/7 و800 طالب ما شاء الله، بعد عدة سنوات
اكيد بصير امورتيسمون، واحنا قاعدين نعمل في صيانه دوريه للادواج هذوما، لكن الامورتيسمون صارت ولا غير قابلين للاصلاح في فتره معينه اللي هي ما دامتش اكثر من شهر ونصف، وفيها العطله الفتره هذه اكثر ما دامتش اكثر من شهر ونصف. باهي شنو عملنا احنا؟ قعدنا نحاول نصلحوا، رغم ان الاداره العامه مشكوره والوزاره دخلت وعدت لنا كونسلتاسيون استشاره على طريق التنافس، تعرفوا التنافس والاجراءات هذه تاخذ وقت، لكن احنا بما ان فتره الامتحانات ما نجموش نخليو الطلبه بلاش ادواج، دونك دخلنا. وهاني باش نقولها لك بصفه شخصيه، اني من مكتوب الخاص صلحتهم الادواج، والادواج يخدموا ما قعدوش اكثر من شهر، كي تنحي العطله ما قعدوش اكثر من شهر، اللي هي كان مستحيل تصليحهم، صلحتهم قلت ولو فاش قال معلاش مكتوبك الخاص يا مدام عليك كيفاش؟ على خاطر التنافس تاخذ وقت، خاطر اللي كانش نصلحوهم على التنافس هذه حاجه تاخذ وقت، وما نجمش انا نخلي الطلبه بلاش ادواج. فهمتني علاش؟ إذا كان مش نتبع الإجراءات القانونية باش ناخذ وقت، وبالتالي باش يقعدوا الطلبة مدة معينة بلاش أدواج، وأنا ما نخليهمش بلاش أدواج. فما سال دو ريفيزيون، فما سال دو ريفيزيون محلولة للطلبة في فترة الامتحان؟ لا، سال دو ريفيزيون والكواجن كلنا مسكرين احتراما للبروتوكول الصحي. عندنا احنا في المبيتات الجامعية بروتوكول صحي في كامل المبيتات الجامعية، الفضاءات المشتركة يوقع غلقها من اللي صار حكاية الكوفيد، وقع غلقها بقرار، ماناش احنا قررنا غلق، مانيش انا كمدير مبيت، هذا احتراما للبروتوكول الصحي، واقوى دليل انه مبيت فيه فوق 800 الحمد لله يا ربي. انا وصلنا لتعديل الامتحانات، لا سمعتوا عنا كارثه نتاع كوفيد متفشي، حتى كي تصير حاله عندنا فضاء للعزل، ونتصلوا بالصحه مشكورين جماعه هذا المطلوب مدام، هذا المطلوب الصحه الاساسيه، ونجموا حتى انا 80 طالباتي وبناتي هما اللي يحكيوا، خاطر بناتي كي باش يحكيوا باش يعرفوا احنا في كوفيد شنو عملنا معاهم، يعرفوا الطالبات احنا شنو عملنا معاهم. شكرا لك، شكرا لك مدام امال. لا سامحني جست حاجه برك، احكي لي على كويت نتاع غاز، يلزمني نجاوبه. احكي لي على كويت نتاع غاز، نحب نعلم سيدي الكريم، الكوجينات دون بار مسكرين دوتر بار، احنا نستعملوا في غاز بوتاني، غاز بارد، ما عندناش كويت نتاع غاز. والصور اذا كان يقول لك فما صور، معناها ما نحبش ندخل في متاهات الاجابه على الطالب، كل حاجه في طريقها. بالنسبه للترميم، بالنسبه للترميم والصيانه ما بين 5 ملايين و 30 مليون سنويا. المبيت هذايا قاعد يقوم بصيانه دوريه، وديجا الطالبات يعرفوا لا احنا ديرنا نظفنا الطابق الارضي واللول والثاني توا قاعدين نخدموا فيه، معناها المعاينه بالنسبه للفضاء الخارجي. واضح مدام بالطريقه هذه هكا الناس الكل ولات تعرف، مش كان الطالبات المقيمات في المبيت عندك. شكرا ليك مدام امال البحوري عبد اللطيف، يعطيك الصحه لله على التوضيح، وان شاء الله نهارك سعيد.